السلام عليكم. هاد المقاطع اللي شاهدنا الان كنشاهدو مازال غنشاهدو في هاد الفيديو كتبين لينا قوه المواطاي، وهاد الضربات اللي كتشوف اولا من الصعب انك تقنها على يد المدرب، وهذا هو الرد على كل من يسال هل يمكن تعلم هاد الفنون القتاليه في البيت. على يد مدرب غتتعلم الحركه والاتقان، ولكن في النزال انت والذكاء ديالك وانت والمهارات ديالك حتى توصل هذه للمنافس. اما مسألة تشوف حركة في الفيديو بهذه الطريقة وتطبقها في ارض الواقع انت في البيت بعيد على المدرب وبعيد على المنافس وبعيد على الاحتكاك مع المنافسين وبعيد على الواقع، فاي واحد يقول كنعلمك حركة في شهر ولا حتى في سنة عن طريق الانترنت فهذا غيخليك تعيش في الوهم. والحقيقة انك تتعلم الحركة وتتقنها على يد المدرب وكيبقى انت والمهارة ديالك والشطارة ديالك كما كنقولوا والاتقان ديالك وكيفاش توصلها للمنافس، وهذا هو مثلا كنشوفوا هذه اللقطه اللي غنشاهدوا الان. ممكن تقوم بهذه الحركه ولكن من الصعب انك توصلها للمنافس بالدقه اللي شفنا في هذا الفيديو. هذا هو الرد على اي واحد بغى يتعلم هذه الفنون القتاليه في البيت ولا يكون معك صديق، خاص يكون معك مدرب يبين لك حقيقه الحركات ويصحح لك الاخطاء. اما مع منافس غتقوم بهذه الحركات بالفعل وغتتطور من مستواك في اللياقه البدنيه، اما المهاره ديال الكومبا كتبغيك تلعب لي كومبا ومع مدرب يصحح لك الاخطاء، بالاضافه كيبقى المدرب ما عنده ما يدير لك في الوقت ملي تكون في نزال حقيقي ولا مواجهه حقيقيه. كيبقى هاد الحركات ما تطبقهمش الا واحد المهاره كبيره وواحد التقنيه عاليه، حتى واحد ما يضمن لك في الرينك انك غدير هاد الحركات بكل دقه ومهاره واتقان كما شفنا مثلا في هاد المقطع. كيبقى انت والمهاره ديالك في الرينك. اذا كنتمنى تكون الرساله واضحه، وباختصار شديد هذا هو الرد على اي واحد باغي يتعلم الفنون القتاليه في البيت. شوف هاد المقاطع وكون صادق مع نفسك، واش تقدر ديرهم في الرينك عن طريق المشاهده فقط ولا عن طريق مدرب ولا يوتيوبر يشرحها لك في الانترنت. والسلام عليكم.